حللنا أهلا ووطأنا سهلا، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد. دائما كما جرت العادة منذ سنتين ونصف أخذنا على عاتقنا أننا نستمر بدون انقطاع، avec continuité et sans continuité، بالتعريف بمظلوميتنا الشرعية والمشروعة، قضيتنا العادلة، من أجل الكشف عن جميع الثغرات، الاختلالات، العيوب، الثقوب، التراجعات، الشهليب والتحراميات الذي مورث في حل هذا الملف، وإقصاء أصحاب الحق المتقاعدين ابتداء من 2003 إلى ما تم 2011، الذين تم إقصاؤهم بدون رحمة ولا شفقة من مخرجات الحوار الاجتماعي الكارثي التراجعي ل 25 أبريل 2019 بموافقة الجميع وبدون استثناء. إذن قبل أن نخوض في النقاش أو في الموضوع الذي سأتطرق له اليوم، يعني أعتذر من الجميع الإخوان والأخوات الأحرار والحرائر الذين يتابعوننا والذين نكن لهم كل التقدير والاحترام، على في بعض الأحيان تكون هناك بعض الفلتات ديال اللسان، ولكن كون عرفت السبب، قال لك إذا عرف السبب بطل العجب. فمرة أخرى تنتظر فقط من الرجال والنساء الأحرار والحرائر، هذوك يذهبوا إلى مزبلة التاريخ ولا يهمنا أمرهم. تحية نضالية لكل من يدعم ويساند شيوخ التربية والتعليم الذين تم إقصاؤهم من حقهم الشرعي والمشروع في الترقي، الغير مستفيدين من هذيك المرسوم الجائر من التنزيل والأجر أدير المرسوم الجائر يجوز 19504 الذي بني على باطل، فهو باطل لأنه بني على معطيات وحيثيات باطلة ومزيفة. على أساسها قام الوزير الوصي آنذاك أمزاز السعيد ببناء يعني قراره بتنزيل وتفعيل المرسوم جوز 19504 اللي جاب بهذاك الحل اللي أقصى الأصل ورق التوابع، رق التوابع الذين ليس لهم الحق في الترقي أبدا ومطلقا، لولا الذي تعرفونه جيدا وذكرته في فيديوهات سابقة، ما كانوا ليتم ترقية هذوك الأزلام أبدا. إذا مرة أخرى نعتذر عن بعض فلتات اللسان، لأن اتصلوا بي بعض الإخوان يعني بعض الإخوان فعلا وتفهموا الأمور، تفهموا الأمور علاش واحد الكني ما كان بغى يضر يلعب لي برجليه، هذاك الشيء علاش. وكما قلت جاء بواحد الأسلوب ساقط فعلا، ما كانش عنده الجرأة أنه يكون ياخذ الهاتف ديالي ويتصل بيا ونحلوا المشكل، يعني داك الشيء اللي بغاه غادي يلقاه معايا. ها اللي هو أنا ما عندي حتى شي إشكال.
داكشي اللي مثلا الانسان اللي تيجيك، يعني نحن ما تنديرو حتى شي حاجه ديال العيب، اولا كندافعوا بشرف وبنبل، خرجنا بوجه مكشوف كندافعوا على الحق ديالنا، ومستعدين نمشيو جي سكوبو كما قلت. انا ما عندي حتى شي اشكال، من نهار فتحنا هذه القناه مستعد لاي شيء، لا يهمني انا، عندي عادي انا العيب خصوصا الان، وما خفنا تماما كان الدراري باقيين صغار وباقيين، ولكن تنحتارموا الاخوان اللي تتبعونا، الناس اللي تساعدونا يعني منذ زمان وتساندوا هذا الملف، فعلا تنحتارموهم. داك الشيء علاش تنبغيش نهبط. اما هاد الازلام انا اللي تنعرف ليهم، دوك الازلام اللي تيبغوا يجوا يبداو يديروا، خاصك لابد ما تواجهوا بنفس الاسلوب اللي خدار معاك مزيان هضر معاه مزيان، يهضر معاك خايب ما تعقلش عليه. هذا هو الاسلوب اللي تيصلح، اللي تيصلح مع هذا النوع. اما لما مشيتي تخدمتي معايا هضريه صافي، تيركب عليك ويدلي رجليه. حنا تنعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هاد الازلام، هذا لوازنا منهم بزاف، لوازنا. اذا نعروج الى واحد الملف اللي هو شائك فعلا، وهو الملف ديال الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. هذا الملف الشائك للجميع بغى يركب عليه، الجميع بدون استثناء. الجميع بغى يركب على هذا الملف فعلا. ان الحوار في السابقة، يعني الوزارة استدعت يعني الممثلين ديال التنسيقية باش يعني يجلسوا ويلقوا واحد الحل اللي جعل لسان سي شاكر بن موسى ان كاين هناك حلول مبتكرة يعني ستوصلنا الى طي هذا الملف ديال التعاقد الجهوي او التوظيف الجهوي، التوظيف بالعقدة الى اخره. اللي يعني في 2018 ربما يعني من يخرج هذاك القانون الاساسي ديال الاكاديميات، كل اكاديمية دارت قانون اساسي ديالها، قال لك ودي بان التعاقد ما بقاش شي حاجه اسمها التعاقد، ولاو اطر الاكاديميات. من جا الساكيب بن موسى يعني جا بحلول، قال لك جيت بحلول اكثر يعني اللي غادي توصلنا باش نطلعوا هذا الملف وغادي نعالجوه داخل النظام الاساسي الجديد، وهي حلول مبتكره. واول ما جاء حتى في التوظيف، موارد التوظيف، اول حاجه لاحظتها انا طلعت وشرت لها منذ البداية، هي الأطر النظامية ديال الأكاديميات. يعني غيكون هناك إطار تنظيمي ديال هذا، الأطر ديال النظامية للأكاديميات. وكي يعبر عن حسن نيته، راه سحب جميع الأنظمة الأساسية 12 ديال 12 أكاديمي، كلها تحيدات تلغات، أصبحت متقابل بريكان، يعني تم نسخها من اجل البناء ديال واحد النظام اساسي جديد واحد وموحد، يوحد الجميع الهيئات فعلا. ولكن حنا راه مني راك اللي جعل لسان سي امزازي كوزير واسع الخطاع، جاء على لسان يعني الوزير شكيب بن موسى اللي هو وزير واسع الخطاع، ليجسد يعني التوجه ديال الحكومه وديال الدوله في صفه بصفه عامه، لان السياسه ديال الدوله راه عندها مخرجات ديالها، محددات ديالها، عندها خطوط عريضه، واي وزير اللي تيجي راه تيدير يعني لا يمكن له ان باش يخرج على الخطوط العريضه ديال السياسه ديال الدوله في التعليم.
حنا تنشوفو بان هذا النظام الاساسي الجديد والتنزيل ديال هاد يعني التجاوز هاد المشكل ديال الاساتذه الاعدادي الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد لاطر النظاميه ديال الاكاديميه الان، يعني التوجه الصحيح ديالو انه سيحل وفق يعني احداث مناصب ماليه، هذا هو اللي تيسموه هما الادماج، احداث مناصب ماليه قاره وشخصيه، يكون عنده واحد نمرود صوم او رقم ميكانوغرافي خاص بكل واحد. ولكن التوجه راه دائما غيكون التوظيف الجهوي اللامركز، وهاد الجهويه المتقدمه اللي هي يعني قرار استراتيجي، يعني السياسه ديال الدوله غاديه في الجهويه المتقدمه، وفي الاكاديميات كل جهه دوك 12 جهه ب 12 اكاديميه، والاكاديميات غادي تمنح حتى هي صلاحيات اكبر واوسع، يعني باش تولي هي اللي تقوم بجميع المسائل اللي كانت ممركزه، غتولي لا ممركزه، غنمشيو لا ممركز، راه الجميع كلشي غيمشي لا ممركز مستقبلا. وثاني عندنا من تنشوفوا حنايا الاصلاح ديال النظام ديال الوظيفه العموميه، راه تيمشي حتى هو في التوجه ديال التوظيف الجهوي اللامركز، وهذاك راه بتوصيات ديال المجلس الاعلى لاصلاح الوظيفه العموميه، وراه كان دار واحد التعديل منذ تقريبا اكثر شي 3 سنين. ثانيا اي اصلاح راه لا يمكن ان يخرج عن التوصيات اللي جاء بها المجلس الاعلى للتعليم، هادشي اللي غادي ينزل 32 مشروع راه وافق عليها الجميع، كلشي المكونات ديال المجتمع المغربي وافقوا عليها. خاصكم تشوفوا شكون المكونات اللي كاينين في المجلس الاعلى للتعليم، هاد التوصيات اللي غادي تنزل بالقانون الاطار ديال 51/17 راه هي توصيات ديال المجلس الاعلى للتعليم، والمجلس الاعلى للتعليم يمثل الجميع الفئات والمكونات ديال المجتمع المغربي، كلهم تيتمثلوا فيه، المؤسسات اللي تتمثلوا والجمعيات والجماعات الترابيه وهيئه التدريس، هيئه التفتيش، كل شيء نقابات، احزاب، كل شيء فيه كاينه تمثيليه في المجلس الاعلى اللي كاينين. ديك اللجنه اللي تتكون تقريبا مع شي 26 ديال الخبراء الى اخره واللي عندهم الكفاءات اللي تيكونوا معينين. اذا هذا الشيء اللي غادي يتنزل غيكون اي وزير مهما يكون لا يمكن له ان يتجاوز ما هو في القانون الاطار 51/17، وهادو كلهم تيعرفوا هذاك الشيء. هادشي اللي تيقول لك هما النظام الاساسي ما طالعينش عليه، ما عارفينش المعالم ديالو، ما عارفينش من 2014 وهو في الرفوف، راه لولا الاخفاق ديال الاصلاح ان المنظومه التعليميه اللي بدات في 2000 مع المنطاق الوطني اللي تترصدت لها غلاف مالي واعتمادات ماليه بالملايير، وكانت خصها تكون يتم من 2000 حتى 2010 العشريه ديال الاصلاح المنظومه التعليميه اللي الان كانت بدات في 2000 وخاصها تكمل في 2010، ولات الان يلا غادي يبداوها في 2022. كما جيوب الرافضة للإصلاح وللتغيير أفشلت
الإصلاح ديال المنظومة التعليمية وأفشلت النطاق الوطني، وأفشلت حتى المخطط الاستعجالي من 2009 اللي جا في 2009 حتى 2012 باش يرقع وباش يستدرك ويشوف كيفاش يدير لهذاك الفشل ديال النطاق الوطني اللي كلف الملايير. تهويا تم إفشاله، لأن دائما هناك جيوب مقاومة رافضة للتغيير ولإصلاح المنظومة التعليمية، لأن ذاك الشيء لا يتماشى مع المصالح ديالها. ولا نستبعد أن حتى الآن باقين جيوب مقاومة رافضة للتغيير ولإصلاح، هي التي تؤجج هذه الأوضاع. إذن من تنجو تنقول هناك حوار، الحوار ليس فيه ماذا؟ فيه وضوح. ما كاينش فيه وضوح. مسؤول نقابي اللي هما من بين الناس اللي وقعوا على محضر الاتفاق، وتيجي تقول لك ليس هناك وضوح في الحوار. ليس هناك وضوح في الحوار، كأنه وقع شيكا على بياض. هاد الشي كان ممكن يتقال قبل ما من آخر محطة اللي بدات منذ تعيين شاكب بن موسى، راه من يتعين وجايين لقاء تابع لقاء، استقبلهم من أول ما تعين، استقبل جميع النقابات من أجل التعارف أولا، واستقبلهم ثاني مرة ثانية باش كل شيء جابوا لي هذيك الساعة الملفات المطلبية ديالهم. وحتى النقابة اللي ما عندهاش التمثيلية، اللي فقدت التمثيلية ديال الانتقام، هي عيط ليها وشمع ليها وخدا المطالب ديالها وجمع هذيك المطالب كاملة وخرج منها 27 ملفا مطلبيا سيتم حله خلال 4 شهور. يعني من هنا حدد ليه 2016 تقريبا غيكونوا تحلوا. وبالعكس عجل بمعالجة الملف 6 ملفات، قام بتعجيلهم تعجيل بهم، في حين أنه منذ 2018 والمراسيم مشاريع المراسيم كانت واقفة، كانت خارجة، وكانت لا ينقصها سوى التوقيع ديال رئيس الحكومة، ولم يوقع منذ 2018، وما دوزهمش حتى في 25 اتفاق ديال 25 أبريل 2019، وبقاو جايين حتى الآن، حتى جاء شاكب بن موسى اللي يعني التزم بما التزم به سابقه رمزازي سعيد، هذاك الشيء اللي تبين ويجسد على أرض الواقع أن هناك استمرارية في المرفق العمومي التي لا تتوقف على الأشخاص. وفي ظرف وجيز نهار 10 فبراير، يعني تم إصدار المراسيم يعني أو في المجلس الحكومي، إصدار المراسيم 4 اللي اتفقوا عليها اللي غادي يدوز بالمراسيم التعديلية، خرجت نهار 10 فبراير 2022. يعني ما مكمل حتى شهر من نهار 18 يناير 2022، تاريخ اللي توقع فيه محضر الاتفاق المرحلي اللي وقعوا فيه جميع النقابات، وبمحض إرادتهم واقتناعا منهم بما جاءت به التصور
اللي توضع خارطة الطريق وبالمأسسة ديال الحوار وبالمخرجات التي حدد لها سقف زمني لا يتجاوز منتصف يعني نهاية في يوليوز 2022، في حين بين مزدوجتين أن هذه التراكمات ماشي غير من 2000، التراكمات ماشي من 2003، راه من 2000 من 85 ومن الثمانينات، وهما يتعاقبون علينا الوزارات بعد الوزارة، الحكومات بعد حكومات، ونقابات بعد نقابات، هي التي كانت لها اليد الطولة في تراكم هذه الملفات وفي ضياع الحقوق وفي تلقوها الآن هي من تنتقد، هي من يعني تستغرب، هي من لا يعجبها الحوار، وترى أن هناك لبس في الحوار. احنا تنفهموا اش كاين واش تيجرى منذ 2018، نديرو عام 2018، لكم ما خرجتوش وضغطوا على رئيس الحكومة ان داك المراسم كاينة ويوقع هذاك المراسم اللي درك بمجرد جات الحكومة يعني توقعت في ظرف وجيز. اللبس في الحوار كان عليكم ممكن ديروا قبل وما توقعش، علاش وقعتي من كاين هناك لبس؟ هذاك الشيء اللي جا اللي نهار 29 نوفمبر 2021 من اطلعتوا عليه وعطيتوا ملاحظات واقتراحات والاراء ديالكم، هذاك الساعه راه بان لكم داك الشيء كيفاش اللي كاين، داك الشيء اللي غادي يكون واللي كاين وكيفاش غادي يكون. وجيتو تاني في منتصف جانفير وجلستو، وجيتو في 18 يناير ووقعتو، اذا اش من لبس باقي الان تقول لي اللبس؟ اما هذه الوقفات اللي كاينه وتنقول انا من زمان اللي كاينه، هذيك ما كان السبب التاجيج ديالها الا ماذا؟ هو التسريبات اللي كانت تمر في هذيك اللجان وفي هذيك اللقاءات هي اللي اجدت الاوضاع. اي واحد توصل الى علمي او وصل الى علمه ان ملفه ليس مدرج في الحوار او عنده شي مشكل في الحوار، هما اللي خارجين يؤججون الاوضاع، لانهم الفوا ان كلما ارادوا ان يعالجوا ملفا ويعطوه الأولوية خاصة تكون التنسيقية أو اللجنة أو الجمعية ديالو يكونوا قوياء، باش ماشي أقوياء يعني بأن عندهم حق، يكونوا منظمين عندهم تنظيم محكم ماديا معنويا لوجستيكيا، عندهم إمكانيات وتخرجوا للشارع يضغطون والآخرين تساعدوهم باش يسكتوهم، يدرجوا ليهم الملف ديالو ويطولوا لهم الملفات ويعالجوا لهم الملفات مقابل السكوت ديالهم، واخا ما يكونش لهم الاسبقيه ولا عندهم الاولويه ولا عندهم الحق اصلا، واصحاب الحق كانوا تحيدوهم، اللي ما عندوش من يهضر عليه وخلي يولي حيدو، اللي عنده اللي يهضر عليه واخا ما تيتسالش تيولي داخل ومعالج الامور ديالو. ولكن الان من اختلفت المنهجية ديال الحوار أصبح الحوار فيه لبس، أصبح الحوار فيه لبس لأن المنهجية قد تغيرت، وأن الأمور يعني وضعت كما يلزم أن توضع، لأن بمعالجة الملفات خصنا نبدأ بالملفات
الجد متضررة والملفات التي لها أولوية وعندها أقدامية وما تعالجتش، ونشوفوا حجم الضرر ديال أي فئة. كاينين الفئات اللي استفادوا 700 مرة وجايين دركا تاني باقين، قال لك باغي هل من مزيد، هل من مزيد. إذا المنهجية ديال الحوار قد تغيرت فعلا. أما بالنسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فقلتها دائما يجب أن يركزوا على الأهم، على الأهم، لأن الجميع باغي يركب. كاينين لي شاسور دو بريم موجودين، من 2003 إلى الآن شحال ديال هاد الملفات اللي تراكمت، شكون اللي راكمها، والملفات اللي كنتو تتحلو ديال من غادي يقولكم، غادي يقولكم، وهما اللي دوك اللي استافدوا في 2011 واستافدوا في 2003 وهما اللي تيستافدوا، استافدوا من الأوائل وجايين تاني باغيين وحدين أخرين يستافدوا، ما عندهم حتى إشكال. مول فين ديك السيبة اللي كانت بكري، السيبة اللي كانت بكري، أن الوزير ما كانش مثالي باش دائما يكون حاضر في اللقاءات ويتبع، يعني بحزم ويتبع عن مضض ويتبع ويكون قريب من هاد من معالجة هاد الحلول كيفاش تتبنى وكيفاش تتحل. ولكن الآن لولا البناء ديال هاد النظام الأساسي الجديد اللي هو سيجسد الإصلاح ديال المنظومة التعليمية، ولولا الجدية اللي كاين، اللي تيقول لك الجدية ما كايناش، الجدية التي أعطيت لهذا يعني الإصلاح ديال المنظومة التعليمية، ما كان ليتم معالجة 27 ملف مرة واحدة خلال سنة مالية واحدة، وأنتم تعرفون جيدا ذلك. هتقول لي 26 أبريل كان غير هما، يا جات هذيك الفرصة وعارفين راسهم غاديين، وعارفين الآخرين جايين باش يورطوهم ماليا، عارفين ما يقدروش ينزلوا هذاك الشيء، وقال لك غادي لا خير ديروا فقط. أما الآن كاين دركا يا اللي جالسين راجعين وعارفينهم تيخدموا بالشبيبة ديالهم، وعارفين هما انكم كانوا شادين هذاك الشيء كاع ما غادي يسكتوا، ما غيكونش هذا الشيء، هذا الاحتقار كاع ما غادي يكون، ما غايكونش. ولكن الان مادام نزلوا وعندهم مشكل مع اخ النوش، ما عندهم كاع حتى اشكال، وكاع ما عندهم سي سوق هما، لا في اصلاح ولا في معالجه ملفات، لا يديك لا يخليك، تيضرب لك منير صحيح على خير وبخير، ويسخرون اخرين يخدمون الاجندات ديالهم. والتلميذ يضيع في الهدر المدرسي ديالو، الهدر الزمن المدرسي ديالو، ولا عدم يعني التعلمات ديالو، يعني يضيع في التعلمات ديالو، وكثر من 44 يعني اضراب الان، ما عندهم اشكال، ما عندهم كاع حتى شي اشكال، ان ولادهم ما تيقراوش المدرسه العموميه باش هما غادي يضيعوا لهم ولادهم. وكاين اللي غير مدرم وغادي ودايرين على الاضراب ولا جالس ما عارف كاع علاش، هما غادينا زعما كاين راه الادماج تاش من ادماج، وهم كان غادي نتوما في الادماج هما عطوكم، ولو شاغلينكم بالمحاكمات. اما الان فلا مجال بأن يكون الشارع هو الفيصل. الآن الحوار هو الفيصل في حل الملفات أو في حل الأزمات أو في التوصل إلى حلول توافقية. راه ماشي سهلة باش يعني وزير يستقبل يعني
ممثلين ديال التنسيقيه، لان التنسيقيه ليست لها يعني الصفه القانونيه ولا المؤسساتيه باش يعني يتفاوض معها على وزاره التعليم كمؤسسه، ان المؤسسه تتفاوض مع مؤسسه تتفاوض مع النقابات الاكثر تمثيليه. وبما انهم باش يتوصلوا الى حل يطوي هذا الملف ويرضي الجميع ويكون توافقي، فكانت هناك وساطه بحضور وساطه من النقابات الاكثر تمثيليه، لان هذه النقابات الاكثر تمثيليه ما دام انها وافقت ووقعت، فهي لم توقع شيئا على بياض، وقعت بمحض ارادتها افيك فولونتي، والجميع الطرفين لا الوزاره ولا الحكومه، وكان رئيس الحكومه ضامن جا بنفسه في سابقه جا بنفسه ووقع على محضر الاتفاق المرحلي، وهذاك الشيء اللي اتفقتوا عليه، هذاك الشيء اللي اتفقتوا عليه ملزم للطرفين نقابات ووزاره وحكومه. فاذا كانت النقابات لا تستطيع ان تتحكم في الشارع او في هذه الوقفات الاحتجاجيه، اذا هناك تتوقع نقطه استفهام، لان النقابات تمثل الجميع، جميع الشغيله التعليميه بدون استثناء، سواء صوت عليها ولا ما صوتش عليها، باستثناء الاطر النظاميه الاكاديميه، لان ليست لهم يعني الصفه في التصويت على هذه اللجان الثنائيه. هنا مربط الفرس، خاص توضع شي اطار قانوني يؤطر قانونا باش تهم تولي عندهم الصفه من اجل المشاركه في الانتخابات ديال اللجان الثنائيه، وايضا تمنح لهم ما مناصب ماليه قاره وشخصيه رقم ميكانوغرافي. آنذاك فالجميع سيذهب نحو اللامركز التوظيف الجهوي، وهذه يعني قرار استراتيجي سياسة ديال الدولة، والسياسة الدولة لا يمكن أن تتراجع عليها. إذا من الأحسن باش ما يضيعوش الوليدات، باش ما تبقاش تزيد تفاقم الأمور أكثر، وما يضيعوش التلاميذ، وما يضيعوش الاساتذه كذلك في القطاعات ديالهم، والامور راه ماشي سهله شحال من سنه وهما تيقطعوا لهم. فلا نجعل لا التلميذ رهينه ولا الاساتذه رهناء، خاص يتوضع حل ويكون عاجل، يكون عاجل، وكل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو، لان السنه راه ما بقى فيها والو، بقى عليها والو على النهايه، حنا في شهر 3 هو قرب يكمل، وغتكون ثاني عطله الى اخره، فلا بد ان يتعقل ويترزن الجميع ويجلس الى طاوله الحوار، لان على طاولة الحوار فاش تيكون هناك تيتوصل الناس حلول، كل واحد يترافع ويقارع الحجة بالحجة ويدافع على نفسه، ماشي بالهروب إلى الوراء غادي نحلوا المشاكل، بالمواجهة، المواجهة مادام تعطاتكم فرصة باش تكونوا في الحوار في على طاولة الحوار، وكون على طاولة الحوار ودافع عن التصور ديالك وعن عن يعني المبتغى ديالك، وإن شاء الله ستحل المشاكل. أما ما سيتم تنزيله فقد تم التوافق حوله بتوقيع المحضر التوافقي، المحضر يعني المرحلي الاتفاقي ديال 18 يناير 2022،
أظن أنني طولت شوية. يا الله تبارك الله عليكم، تشوفوا بخير.